الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام، ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام، وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء والأنام. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله نعم الزاد الذي تدخرونه ليوم المعاد. قال ربكم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، لقد أنعم الله عز وجل علينا بنعم عظيمة، ومن علينا بمنن عديدة، ومن أعظم هذه النعم على الإطلاق نعمة الإسلام التي هدانا الله عز وجل إليها دون جهد أو تعب أو بذل مال أو عرض. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أظهر معالم الدين وأجلى شعائر الملة الإتيان بأركان الإسلام، بدءا بالشهادتين اللتين لا يدخل المرء الإسلام إلا بهما، ولا يكتب من أهله إلا بتحقيقهما، ثم المحافظة على أعظم ركن بعد الشهادتين وأجل مفروض بعدهما، ألا وهو ركن الصلاة، الصلاة التي من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها فحري أن يحفظ دينه ويتمسك بشريعته ويقوى بإيمانه ويرتفع بيقينه. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، رواه الترمذي. والصلاة يا عباد الله سر النجاح وأصل الفلاح، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. والصلاة علامة الإحسان والإيمان، والتهاون فيها علامة النفاق والذل والخسران. والصلاة من حافظ عليها كانت له نورا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله نور ولا برهان. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورًا وبرهانًا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رواه الإمام أحمد. ولأهمية الصلاة وعظم شأنها كانت الوصية بها من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المرء إذا أراد أن يفارق الدنيا أوصى بأعظم ما يكون عنده، فكانت وصيته صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه أنه قال: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وبين صلى الله عليه وسلم خطورة ترك الصلاة فقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم. ولعظم شأن الصلاة أيضا، فإنها لا تسقط عن العبد أبدا ما دام عقله ثابتا وشعوره باقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين حينما كان يشتكي وجعا، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. عباد الله، إن الصلاة أعظم ما تحط به السيئات وتكفر به الخطيئات. قال عليه الصلاة والسلام:
كما في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: تحترقون تحترقون، أي تقعون في الهلاك والحريق بسبب كثرة الذنوب، وهذا فيه توعد شديد. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أسباب مغفرة هذه الذنوب والوقاية من هذا الحريق، قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. والصلاة يا عباد الله سبب عظيم للامتناع عن الذنوب العظام، وهي مانعة لهذه النفس عن الفواحش والآثام. قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مضاعف الأجر للمحسنين ورافع الدرجات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالآيات الباهرات. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وعظموا بذلك حرماته، ووقروا من أمر الله بتوقيره في كتابه وآياته. عباد الله، لقد شاهدنا وللأسف الشديد من بعض المسلمين في السنوات الأخيرة تساهلاً كبيراً في إقامة الصلاة، إما بترك الصلاة تركاً كلياً أو تركاً جزئياً، أو التساهل في الإتيان بأركانها وواجباتها، أو التساهل في الخشوع فيها، أو في عدم الطمأنينة في أدائها، أو بالتهاون في إقامتها جماعةً حيث أمر الله عز وجل بها في المساجد، وكل هذا من صور التهاون في هذه الصلاة. قال عز وجل متوعداً هؤلاء: فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلواتٍ كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام مبيِّنًا خطر ترك الصلاة والتهاون فيها: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. فإذا كان هذا في ترك صلاةٍ واحدة، فكيف بمن ترك الصلاة تركًا كليًّا، أو لا يصلي في عمره كله، أو لا يتذكر الصلاة إلا إذا نزلت به مصيبة، أو حلت به بلية، أو نزل به مرض، وكأن الصلاة أصبحت عند هؤلاء مجرد ردود أفعال فقط ليس إلا. فإذا زالت هذه العوارض ترك الصلاة، لسان حاله صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن من المحزن حقاً أن تجد بعض الناس يهتمون لأمور دنياهم ويجتهدون في إصلاح معايشهم، لكنهم لا يأبهون بإصلاح صلاتهم ولا يكترثون بالإتيان بها في وقتها. يحرص الواحد منهم على ضبط منبه الصلاة على وقت الدراسة والعمل، ولا يكلف نفسه ببذل أدنى الأسباب للاستيقاظ لأداء هذه الصلاة في وقتها. يصدق في هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله عز ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي. وما أحسن ما قاله الصحابي الجليل
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم وضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. ومما يجدر التنبيه عليه والعناية به أهمية تواصي الناس جميعا من أجل إقامة هذه الشعيرة العظيمة والركن العظيم من أركان الإسلام. فهنيئا لذلك البيت الذي كانت الصلاة عموده والتواصي بها أسه وعماده، إذا قصر أحد أفراده قام الآخر مذكرا له وناصحا وواعظا ومشفقا. الزوجة مع زوجها، والزوج مع زوجته، والآباء مع أبنائهم، والأبناء مع والديهم، فبهذا تعمر البيوت وتستقر السعادة فيها. ومثل هذا أيضا يجب أن يشاع بين الأقارب والأصدقاء والجيران، فإن شأن الصلاة شأن عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أقام هذه الصلاة كما أمر ربنا تبارك وتعالى، وأن يجعلنا ممن يختم له بالمحافظة عليها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، واحفظ اللهم بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الكفار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم هيئ له بطانة الخير وأيده بولي عهده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا في الغوطة. اللهم احقن دماءهم ونفس كربهم وأمن خوفهم وثبت أقدامهم واجعل لهم فرجا قريبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، سدوا الخلل، القدم بالقدم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر، اللهم بارك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. طيب الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.